بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على الفلود فلو فريكوينسي اناليسيس. فالفيديو ده هو الجزء الثالث من مجموعه من الفيديوز اللي هي بنركز فيها على الحديث عن ازاي نجيب البيك ديسشارج في الوادي ستريمز. في الفيديو ده تحديدا بنكمل ازاي نتعامل مع الجيجد واديز، وهنركز في هذا الفيديو على ازاي نكاري اوت او نعمل حاجه اسمها سيمبل فريكونسي اناليسيس باستخدام الاكسل علشان نقدر نجيب الديزاين فلو ل فور جيفن ستريم لريتيرن بيريود محدده. النهارده هنتكلم على، طيب لو انا عندي بيانات لقياس الفلوهات ازاي هستفيد منها؟ ازاي هاخد ديسيجن واقول انا هصمم على ايه كيو دي؟ احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا عندنا جهاز لقياس الفلو، والجهاز ده بقاله مده ان لازم تكون القراءات دي عددها كبير عشان اقدر اعمل منها تحصيل اعمل منها تحليل احصائي، فبالتالي مينيمم لازم تكون على الاقل 20 years of record، 20 years of of records عشان تبقى القراءات بتاعتي ريلايبل واقدر استفيد استفيد منها. يبقى لازم يكون عندك، لو عندك وادي والوادي ده عليه جهاز لقياس الفلوهات في المخرج بتاعه، يبقى لازم الجهاز ده او الوادي ده او محطه الرصد دي يكون عندها عندها سلسله من القياسات تستمر لمده 20 سنه على الاقل عشان اقدر استفيد من هذه القياسات. انما لو كانت اقل من كده انا بعتبر هذا الوادي بقى بعتبره انجيجد. يعني لو كانت القرايات بتاعتي اقل من 20 سنه انا بعتبر ان انا ما عنديش قرايات، وبالتالي بعتبر ان الوادي انجيجد. ماشي؟ طيب هنتكلم بقى دلوقتي، بفرض ان انا عندي جيجد وادي والقرايات طويله اكتر من 20 سنه، فازاي هستفيد من هذه القرايات واخد قرار اصمم على انهي كيو؟ قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها تحليل التكرار. يبقى ازاي بنتعامل مع بيانات، البيانات ناتجه عن ايفنتس، الايفنتس دي قصدي بيها الامطار، والامطار دي فيها راندمنس، فيها عشوائيه. ازاي بنتعامل مع حاجه فيها راندم؟ لازم تتعلم بقى الكونسبت ده، بنتعامل معاها ازاي؟ بان احنا بنعمل حاجه اسمها فريكوانسي اناليسيس، او بالعربي تحليل التكرار، تحليل التكرار. ازاي بنعمله؟ انا قلت المره اللي فاتت بس انا هلخصه بسرعه في سلايدز، هي ما كانتش موجوده عندك بس عشان الموضوع يوضح شويه. قلنا المره اللي فاتت بنعمل الخطوات التاليه، في عندي فور ستيبس همر بيهم. الخطوه الاولى اخد البيانات بتاعتي اللي هي عددها اكتر من 20 سنه دول، واعمل واحلل هذه البيانات، وبعدين ارتبهم، اعمل سورتنج للبيانات. يبقى اول خطوه اعمل سورت للبيانات. خطوة رقم اثنين، يبقى الخطوة الأولى اعمل سورت البيانات، ده ستيب نمبر 1. ستيب نمبر 2 رتب البيانات دي ترتيبا ترتيبا تنازليا، يعني من الكبير لإيه؟ فروم لارج، من لارج لإيه؟ للسمول. يبقى رتب البيانات ترتيبا تنازليا من الكبير للصغير. بيانات ايه؟ بيانات الفلوهات طبعا. انا هنا بتكلم على مين؟ على كيوز، على الكيوهات اللي عندي. كويس، بعد كده احسب البروبابيليتي اوف اكسيدنس، احسب احتماليه الزياده عن ايفنت معين، اسمها probability اوف اكسيدنس. انا شرحتها المره اللي فاتت وهشرحها دلوقتي مره ثانيه للناس اللي هي ما خدتش بالها او ما كانتش حاضره. يبقى نحسب احتماليه حدوث ايفنت معين او اكثر منه قد ايه. بعد كده هنحسب حاجه اسمها الريتيرن بيريود، الريتيرن بيريود وبرده اتكلمنا عن دي المرة اللي فاتت. تعالوا نشوف الكلام ده بالتفصيل بقى بسرعة كده، وبعد كده نحل مسألة علشان نوضح الفكرة أكتر. الراجل ده بيسأل إزاي هعمل الخطوات دي كلها؟ فبص بقى معايا، هاخد سامبل من بيانات كده وليكن البيانات دي أهو. وليكن عندي بيانات أهي. اتفقنا قبل كده إن كل سنة بجيب لها قيمة واحدة، القيمة الواحدة من الفلو دي اللي هي مين؟ هي أقصى فلو مرت في هذه السنة. فأنا عندي بيانات هنا طولها الزمني حوالي 50 سنة. يبقى عندي بيانات من سنة 65 مثلا لسنة 2014، دول طولهم كده 50 سنة. كويس، يبقى أنا عندي 50 فاليو للكيو. جميل، فأول خطوة بنعمل اعمل سورت للديتا، أو أول ستيب. أول ستيب سورت للديتا، يعني رتب البيانات.
يبقى يلا نرتب البيانات. نرتب البيانات يعني ايه؟ يعني حط الكبير فوق وصغير تحت ترتيبا تنازليا. خلاص رتبت البيانات اهو، يبقى انا عملت الخطوه الايه الاولى. يبقى الخطوه الاولى هي اتعملت، رتبنا البيانات، دي اسمها سورت. رتبنا ايه البيانات. فزي ما انت شايف كده اقصى قيمه عندي في الكيو، لو انت بصيت كده اقصى قيمه عندك في الكيو اهي اللي هي 99 بوينت كام؟ بوينت 8. انا طبعا مش حاطط كل البيانات. بصوا يا شباب انا عامل ايه، 65 كذا 75 وبعدين نطت بعد كده 2002 لان بيانات طويله قوي، فانا قصيتها عشان تيجي في صفحه واحده. فالمهم يعني كان اقصى قيمه للفلوهات عندي كام؟ حصلت سنه 86، واقصى فاليو كانت 99.8 متر مكعب بير سكند، وبعدين اللي وراها 98.6 وهكذا. فدلوقتي كل الفاليوز قاعده ايه؟ قاعده تقل 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 لحد اقل قيمه اللي هي 5.4. دول طولهم كام بيان؟ دول 50 بيان زي ما اتفقنا. فعدد البيانات الموجوده عندي، عدد السنين اللي انا عندي 50 سنه. 50 سنه، يبقى الان عندي 50 سنه. طيب اقصى قيمه كام؟ 99.8 متر مكعب بير سكند. اقل قيمه كام؟ 5.4 متر مكعب بير سكند. رتبتهم ترتيبا تنازليا. يبقى دي الخطوه رقم واحد. خطوه رقم اثنين بقى، حط رانك، يعني ايه؟ ادي ترتيب لكل بيان من البيانات. دي خطوه رقم اثنين. تعال نحط بقى ايه الرانك. فانا حطيت الرانك اهو. فالرانك، فدي اخذت ترتيب رقم واحد، دي الاول على الفصل دلوقتي. فدي اخذت ترتيب رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه، رقم اربعه وهكذا. يبقى دي اسمها الرانكينج. يبقى دي الخطوه رقم كام؟ رقم اثنين. يبقى بالتالي مركز معايا في الكلمه دي بقى، انا هحسب الخطوه اللي بعد كده، احسب حاجه اسمها probability of exceedance. عايزين نفهم دي كويس، يعني ايه كلمه exceedance؟ exceed يعني يزيد. يبقى ايه احتمال حدوث حاجه او زياده عنها؟ تعال بقى معايا. ها الرقم اللي اسمه كيو بيساوي 99.8 اتكرر كم مره في ال 50 سنه؟ اتكرر مره واحده، صح كده؟ طب هنقول حاجه احسن من كده، هل في فاليو قيمتها لكيو 99.8 او اكتر منها؟ دي كلمه اكسيدنس. هل في فاليو لل 99.8، هل في ديسشارج قدرها 99.8 او اكتر مره منها؟ اتكرر الكلام ده كم مرة؟ يعني كم مرة في ال 50 سنة كانت قيمة الكيو 99.8 أو أكتر؟ هي مرة واحدة. هي مرة واحدة. طب ركز معايا في دي. كم مرة كانت قيمة الكيو 98.6 أو أكتر منها في ال 50 سنة؟ كان عندي 98.6 مرة أهي، وعندي 99.8 اللي هي اكتر من 98.6 مره اهي. يبقى كم مره كان عندي قيمه بتساوي 98.6 او اكتر؟ واحد اثنين، يعني مرتين اللي هي الرانك بتاعها يعني. طب تاني، كم مره كان عندي قيمه للكيو، قيمه للكيو بتساوي 98.4 او اكتر؟ حصلت هنا وهنا وهنا، يعني ثلاث مرات. جميل. يبقى احنا دلوقتي هنجيب حاجه اسمها probability of exceedance، ايه احتمال حدوث ايفنت معين او اكتر منه. ده اللي انا هعمله في الخطوه رقم 3. خطوه رقم 3 بقى اهي، ايه هي احتمال يكون عندي 99.8 او اكتر منها؟ هي اتكررت مره واحده، صح؟ اتكررت مره واحده في عدد من المرات قدرها كام؟ 50. يبقى ده الاحتمال. دي اسمها ايه دي بقى؟ probability of exceedance، احتمال يكون عندي ايفنت معين او اكتر منه. probability of exceedance. تاني، كلمه exceedance يعني ايه؟ زياده. اما اقول لك excess يعني زياده، exceedance يعني زياده. يبقى probability of exceedance. طيب ايه احتمال يكون عندي الايفنت ده 98.6، يعني يكون عندي كيو بتساوي 98.6 او اكتر منها؟ احتمال عندي اتكررت كم مره او اكتر منها؟ مرتين. في كام سنة؟ في 50، في كام مرة؟ في 50 مرة، يبقى 2 على 50، ده احتمال. طب دي احتمال يكون عندي الايفنت ده أو أكتر منها، حصلت قد إيه؟ 3 على 50، وهكذا. يبقى دي اسمها probability of exceedance. فبنجيبها إزاي؟ بنجيبها عن طريق إن إحنا بنحط إيه؟ بنحط لو فرضت ده اسمه الرانك، ده اسمه M. M. خلاص؟ يبقى probability of exceedance هتتحسب إزاي؟ هتبقى الـ M على مين؟ على ال N. ايه هي ال N يا شباب؟ ال N اللي هي عدد ايه؟ البيانات اللي عندي، عدد السنين اللي عندي، عدد البيانات. انا عندي كام بيان هنا؟ عندي 50 بيان، كل سنه ليها بيان واحد.
من سنه 65 لحد سنه 2014، عندي 50 سنه، فكل سنه ليها بيان واحد، فعندي 50 رقم. يبقى الان هنا 50 والام هنا اللي هو الرانك بتاعي، الرانك بتاعي اللي هو الترتيب بتاعي. يبقى ام على ان ده هو يديك مين؟ يديك البروبابيلتي اوف اكسي. واضح يا شباب؟ يبقى هي دي الطريقه بتاعتنا. في نقطه مهمه جدا بقى قبل ما نقول النقطه المهمه دي، الخطوه دي اسمها خطوه رقم كام؟ عشان نركز، دي خطوه رقم 3 اللي هي الخطوه دي، خطوه رقم 3. طيب ده العمليه اللي انا بعملها دي اسمها ايه؟ اسمها فريكوانسي اناليسيس، تحليل، تحليل الايه؟ التكرار بالعربي. يعني عندي ايفنتس، والايفنتس دي بيحصل لها تكرار، فانا عايز اعرف الايفنت دي بتتكرر كم مره او اكتر منها، لو كان قيمتها بيساوي رقم ده او اكتر منه، حصل الكلام ده كم مره في الايه؟ في الفتره اللي انا بدرسها، وهكذا. يبقى احنا جبنا دلوقتي حاجه اسمها probability of exceeded. وبعدين ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه بعد كده خطوه رقم 4 بقى، هنعمل ايه؟ خطوه رقم 4 هنروح هنحسب حاجه اسمها return period، ال RB. ايه هو return period؟ عرفناه المره اللي فاتت، return period هو ايه؟ هو بيساوي مقلوب probability. مقلوب مين يا شباب؟ مقلوب البروبابيلتي. يبقى ركز معايا بقى كده، يبقى لو كانت البروبابيلتي اوف اكسيدنس 1 على 50، مقلوبها يبقى كام؟ يبقى 50. طب لو البروبابيلتي اوف اكسيدنس 2 على 50، يعني 1 على 25، يبقى مقلوبها كام؟ 25. طب لو كانت البروبابيلتي اوف اكسيدنس 3 على 50، يبقى مقلوبها كام؟ 50 على 3، 50 على 3. واضح؟ وهكذا. طب يعني ايه بقى ريتيرن بيريود؟ اقول لك صمم لي التشانل بتاعتي على ريتيرن بيريود 50، يعني معناها صمم لي التشانل بتاعتي على ايفنت انا متوقع ان انا اشوفها مره واحده كل 50 سنه. مره واحده كل كام؟ كل 50 سنه، يعني هي اكبر ايفنت متوقع اشوفه في ال 50 سنه، لانه بيتكرر مره كل 50 سنه. فكل ما يكون تكرار الحاجه بياخد مسافات طويله، يعني اما اقول لك ريتيرن بيريود 50 سنه واقول لك ريتيرن بيريود 100 سنه، مين هيكون الكيو بتاعته اكبر؟ نركز اهو، ريتيرن بيريود 25 سنه الكيو بتاعتها كام؟ 98.6. طب الريتيرن بيريود 50 سنه الكيو بتاعتها كام؟ 99.8. يبقى كل ما الريتيرن بيريود بيزيد كل ما بيحصل ايه للكيو؟ كيوهات بتزيد. يبقى ما اقول لك بقى صمم لي التشانل بتاعتي على ريتيرن بيريود 10 سنين، يعني ايه؟ يعني على عاصفه او على مطر او على ديستشارج متوقع ان انا اشوفها مره كل 10 سنين، الكيو بتاعتها هتكون اكتر ولا اقل لما اقول لك صمم لي على عاصفه او مطر او ديستشارج هتتكرر مره كل 50 سنه، مين هيكون الكبير؟ ال 50 سنه طبعا، ال 50 سنه. يبقى دي طريقة التصميم عندنا، دي الطريقة اللي المهندسين ارتضوها في التعامل مع حاجات بتتغير أو بيحصل لها random behavior زي المطر زي الفلودز وخلافه. بنعمل إيه؟ بنعمل حاجة اسمها تحليل التكرار، وبنمر على الخطوات الأربعة اللي أنتوا إيه؟ اللي أنتوا شفتوها دي. في نقطة مهمة عايز بقى أركز عليها هنا. الـ probability of exceedance هنا أنا قلت بتساوي إيه؟ بتساوي M على N. واضح؟ بيساوي ام على ان، اللي هو الرانك على مين؟ على ايه؟ على العدد، عدد الداتا الموجوده عندي. مش هي دي الطريقه الوحيده لحساب البروبابيلتي اوف اكسيدنس، في طرق كتيره جدا جدا، وطريقه الام على ان دي فيها مشاكل، عشان كده الناس فكرت تجيب طرق اخرى، وده اللي احنا هنتكلم عنه في الايه؟ سلايد الجايه. السلايد الجايه دي مش موجوده عندك. السلايد الجايه دي بتتكلم على ازاي احسب البروبابيلتي اوف اكسيدنس، ازاي احسب البروبابيلتي اوف اكسيدنس. فالراجل ده بيقول لك هاو تو كالكوليت البروبابيلتي اوف اكسيدنس، هي دي الطرق اللي انا بحسب بيها البروبابيلتي اوف اكسيدنس. اول طريقه اللي احنا استخدمناها من شويه اللي هي ايه؟ ام على ان، اللي هي ام على ان. ايه هو الام؟ الام اللي هو الرانك. طب ايه هي الان؟ عدد البيانات الموجوده عندي. طيب ليه احنا الطريقه دي ممكن تكون مضايقانا؟ مضايقانا في حاجه، تعالى بقى معايا كده اقول لك مضايقانا في حاجه ايه. نرجع تاني دي. بص معايا هنا، ركز معايا، احنا بنحسب ازاي الـ probability of exceedance؟ اما على ان، صح؟ اما يعني الرانك على عدد، جميل. تعالى ارجع لي هنا اشوف اخر رقم، اقل قيمه للكيو، صح؟ ترتيبها كام؟ ترتيبها رقم 50، يبقى الـ probability بتاعتها كام؟ 50 ها؟ على 50، يعني كام؟ يعني واحد. يعني ايه اما اقول لك probability بتساوي واحد؟ يعني ايه؟ بتقول لي probability of واحد يعني معناها اما اقول لك probability بتساوي واحد، يعني حتمي هتحصل، صح؟
يعني معناها ايه؟ ركز معايا، يعني معناها probability of exceedance، يعني انا متاكد 100% ان هيكون عندي في فلو قدره 5.4 او اكتر. انا متاكد 100% ان هيكون عندي فلو قدره 5.4 او اكتر. الناس بتوع الاحصاء بقى اتضايقوا من الحته دي. ليه بقى؟ لان هل انت فعلا متاكد ان هيحصل لك فلو قدره 5.4 او اكتر؟ ده ممكن تيجي في سنه ما تمطرش خالص خالص خالص، يكون عندي فول دراي، صح ولا لا؟ فبالتالي عشان كده العلماء بتوع الاحصاء قالوا ايه؟ حته البروبابيلتي اوف اكسيدنس نستخدم الام على الان، انا مش مبسوط منها قوي، خصوصا ليه بقى؟ لان ادتني هنا رقم بروبابيلتي قدره كام؟ واحد، وواحد ده يعني ايه؟ حتمي 100%، فانا مش عايز ال 100% دي تظهر. فبدا العلماء يفكروا بقى، فقال خلاص عشان نخرج من مطب ان احنا يحصل لنا هنا 100%، فناس قالوا ايه؟ خلاص ما نعمل حاجه تانية ظريفه، نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها probability of accident بيساوي بدل m على n، هنعمل ايه؟ m على n زائد 1. ركز معايا بقى في الكلام، هنا عمل ايه بقى؟ زود المقام بمقدار كام؟ 1. يعني نشوف المساله بتاعتنا، عشان ما احصلش هنا على 100، هحصل كده على 100%؟ لو m كانت ب 50، الرانك هنا كام؟ 50، ام 50 واقسم على عددهم كام؟ 50 زائد 1، ايه اللي حصل دلوقتي؟ بقت 50 على كام؟ 50 على 51، هل دي اكبر من 1 ولا بتساوي 1 ولا اقل من 1؟ دي اقل من 1، يعني معناها ايه؟ هتديك بروبابيلتي مش حتميه. كده انا مرتاح، ما اقدرش اقول ان انا عندي بروبابيلتي حتميه. فعلماء راح قالوا احسن ان انا استخدم ام على ان زائد 1 بدل ما استخدم ام على ان. الطريقه دي اسمها ايه بقى؟ طريقه اسمها ويبل. دي عمك ويبل هو اللي عمل او اخترع الطريقه دي. امال الطريقه دي اسمها ايه؟ الطريقه دي بتاعت كاليفورنيا، دي طريقه كاليفورنيا. تعال نشوف بقى الكلام ده في الجدول اهو. اهو كاليفورنيا فورمولا بتقول ايه؟ ام على ان، خلاص. في حاجه اسمها موديفايد كاليفورنيا اللي هي ام ناقص 1 على ان، عشان برضو ما يجيبش مين؟ ما يجيبش ال 100% دي. طب وفي حاجه اسمها جنرال فورمولا. فين ويبل بقى؟ ويبل اهو، ده ويبل، ويبل فورمولا بس جاي في الجنرال. يعني ايه ويبل فورمولا؟ لو انت عايز تستخدمه حط الاي في الجنرال فورمولا دي بكام؟ بصفر. وحط البي بكام؟ بصفر. يلا نحط ام ناقص اي زائد بي على ان زائد 1 ناقص 2 اي زائد بي. الاي بصفر والبي بصفر، الاي بصفر البي بصفر، هتطلع كام يا شباب؟ ام على ايه؟ ان زائد ايه؟ 1، اللي احنا لسه قايلينه من شويه. دي اسمها ايه بقى؟ اسمها ويبل فورمولا. ده اللي احنا مركزين عليه. احنا في الكورس بتاعنا ملناش دعوه بالفورمولاز الثانيه، احنا هنشتغل على مين؟ على كاليفورنيا فورمولا، وهنشتغل على مين؟ على ويبل فورمولا. لو انا ما قلتلكش المساله بتاعتك تستخدم ايه؟ استخدم الويبل فورمولا، استخدم الويبل فورمولا، يعني استخدم انهي فورمولا؟ ام على ان زائد 1. ليه؟ عشان في النهايه خالص ما تحصلش على بروبابيلتي حتميه قدرها 100%. هندخل دلوقتي نحاول نحل نطبق الخطوات اللي انا قلتها دي على مساله الاساينمنت. مساله الاساينمنت اللي عندنا اللي هي المساله دي، اساينمنت رقم 9 بيقول لي ديزاين سيور اند ستورم تشانل. المساله دي مساله رقم 2 في الاساينمنت. نقرا المساله بتقول ايه؟ المساله بتقول عندي ترابيزويدال كونكريت دايفرجن تشانل، المانينج ان بتاعها 0.013، يبقى عندي تشانل والتشانل دي ترابيزويدال ان شيب، يبقى شكلها ترابيزويدال ان شيب. المانينج ان بتاعتي بتساوي 0.013، ده المانينج ان. بعد كده بيقول لي ايه؟ is to be constructed to divert storm water flood from a gauged wadi. A gauged wadi، يبقى الوادي بتاعي نوع ايه؟ ان هو gauged wadi. يبقى عندي وادي، ادي وادي هو ليكن بهذا الشكل، ده الوادي وده الحوض الصباب بتاعه الكاتشمنت بتاعه. وبعدين ايه اللي حصل؟ الوادي كان ماشي كده مكمل، ايه اللي حصل؟ انا عايز ابني هنا ايه؟ مدينه معينه. فعايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل دايفيرجن. فانا عايز يكون عندي كده ايه؟ شانل، بدل ما التشانل تمر كده، الوادي كان بيمر كده بالمدينه، لا انا عايز ادايفيرت ايه؟ ادايفيرت الوادي، اروح مدايفيرت الوادي كده وارجعه تاني، وارجعه تاني. طيب التشانل دي اصممها ازاي؟ ادي التصميم بتاعها، انا عايزها تبقى ترابيزويدال ان شيب وتبقى كونكريت، يعني عاملها لايند، عاملها لايند كونكريت تشانل، مانينج ان بتاعها 0.013،
وبالتالي او هستخدم في التصميم ايه يا شباب؟ الموست ايكونوميك ابروتش سيكشن، الموست ايكونوميك ميثود، او الهيدروليك او البيست هيدروليك سيكشن ميثود، الكلام اللي قلناه قبل كده اللي احنا بنعمل فيه بالمينيمايز الويتد بريمتر، يعني عايز اخلي الويتد بريمتر هنا ايه؟ مينيموم. طيب نكمل، يبقى بيقول لي بقى ايه؟ if the historical maximum annual flow record in the wadi is given below. ها if the historical يعني البيانات القديمه maximum annual يعني كل رقم موجود هنا هو الرقم الاقصى اللي حصل في كل سنه من السنين، الكلام اللي احنا قلناه من شويه. يبقى مثلا سنه 1965 فيها رقم كام؟ 31.7. يعني ايه 31.7؟ يعني طول سنه 65 قعدت اقيس اقصى رقم كان طلع عندي كان كام؟ 31.7 متر مكعب بالسكند، هو ده اللي انا اخدته في الايه. فعشان كده قلنا ايه؟ قلنا هنا مكتوب ايه؟ ماكسيموم ها انيوال فلو، الرقم ده الاقصى في السنه، يبقى كل رقم هنا بيعبر عن اقصى قيمه في السنه اللي بيمثلها. طيب بيقول لي بقى it is required to do the following. واحد to carry out simple frequency analysis، اهي simple frequency analysis ها جميل، using Weibull formula، اديك فهمت اهو using mean Weibull formula، يعني عايز استخدم ايه؟ استخدم اللي هو m على مين؟ على n زائد واحد to identify the design flow rate. يبقى اول خطوه في ايه؟ انا عايز اجيب الكيو ديزاين بتاعتي كام؟ كيو ديزاين بتاعتي كام؟ خد بالكم يا شباب الموضوع ده هام جدا في المملكه، عندنا مطر اهو كتير وعندنا في ناس قليلين اللي بيفهموا في موضوع الووتر ريسورسز وبيفهموا في موضوع تصميم الفلاد بروتكشن وخلافه، فالجزء ده اللي بيدخل فيه وبيتميز فيه بيبقى عنده شغل كتير جدا. وفي نفس الوقت انت بتبقى عرضه في هذا الشغل انك انت يتقبض عليك ويتحط في ايدك الشلنكبات، ليه بقى؟ لان الموضوع بتاع الشغل بتاعنا في حياه وموت، ممكن يحصل تصمم تصميم التصميم ده يبقى اندر ديزاين فبالتالي هتلبس في الحيط، فمحتاجين نبقى فيري كيرفول في الايه في الشغل بتاعنا. كويس، يبقى انا عايز اعمل حاجه دلوقتي، عايز اجيب الكيو ديزاين قد ايه، وبعد كده اهو عايز اصمم التشانل. انا كل اللي انا هعمله معاك في الخطوه دي الجديد فيها هعمله بس اللي هو ايه، هقول لك ازاي نحسب الكيو، ازاي نحسب الكيو، لان لو اديتك بعد كده كيو ديزاين بقت مساله ايه بقى، بس مساله عاديه خالص للبيست هيدروليك سيكشن، صممها زي ما قلنا بنصمم مسائل قبل كده وحلينا عليها مسائل قبل كده في الشابتر اللي قبليه. طيب يبقى ازاي هنجيب الكيو؟ هنعمل حاجه اسمها فريكوانسي اناليس. تعالوا نطبق الخطوات دي، نروح بقى على اكسل ونشوف هنستخدم الاكسل ازاي. ودول مين؟ دول الكيوهات، دي الكيوهات بتاعتي. فكيو اللي هو 77.9 ده مين؟ ده اكتر كيو مرت فين؟ سنه 66 وهكذا. طيب ايه الخطوات بقى؟ هم اربع خطوات اللي احنا عايزين نعملهم، بس انا هعملهم على كذا ستيب. فاول ستيب هنعملها حط الداتا في وضع الابرايت كونديشن. ازاي احط الداتا في وضع الابرايت كونديشن؟ فازاي هحطها؟ فركز معايا بنعمل ايه بقى؟ اروح اعمل ايه؟ اروح جاي كده، ازاي احول داتا من وضع افقي لوضع راسي؟ هعمل ايه يعني؟ اروح جاي كده، اروح معلم على الداتا بتاعتي، اديني علمت على الداتا خلاص، واقول ايه؟ كنترول سي. فعملت كده كوبي، ايه الدليل؟ زي ما انت شايف الدوتد اللي محطوط برواز حوالين الداتا دي، معناها انها عندها نسخه دلوقتي فين؟ في الميموري. جميل، بعدين اروح واقف على اي مكان عايز احط فيه الداتا بتاعتي وليكن هنا، واروح رايح على حاجه اسمها بيست، ها واروح على بيست سبيشال، اروح على بيست سبيشال واقول له ايه بقى؟ انا عايز تنزل لي الداتا دي بس تبقى ترانسبوز، ترانسبوز يعني مقلوبه. شايفين يا شباب الداتا اتقلبت بسهوله جدا جدا جدا. ها اوعى بقى تعمل الكلام ده، لو نسيت القصه دي هتغني ظلموه. ليه بقى؟ حضرتك هتختار واحد يقول لك خلاص بقى اعملها واحده واحده ويقعد يكتب ويضيع وقته. لا طبعا. يبقى تاني اقولها تاني، هنروح معلمين على البيانات الداتا، اعمل كنترول سي، وبعدين اروح واقف في المكان اللي عايز احط فيه الداتا بتاعتي واعمل ايه؟ اروح هوم بيست، ها اروح تحت خالص في حاجه اسمها بيست سبيشال، وبعدين اقول له ترانسبوز، ترانسبوز فقلبها لي، قلب لي الداتا اهي. فاعمل ايه بقى؟ خد بالك هنا يير وبعدين كيو، بعدين يير وبعدين كيو، انا عايز احطهم تحت بعض، فاعمل ايه؟ اخد دول كده ها واعمل لهم ايه؟ موف تحت دول كده.
خدتوا بالكم يا شباب؟ فبقى معايا دلوقتي ايه؟ وطبعا كنت اشيل دي فاعملها تاني من اول. تاني هاخد دول كده، مش هاخد بقى الليبل من اول عشان يبقى سيكونشال على طول. هنا دي هنا 65، هزوم هنا عشان تشوف اكتر اهو، ازوم هنا عشان تشوف اكتر. هنا 65 وهنا اخرها كام؟ 89. بعد كده بقت كام؟ بقت 90. يعني دول المفروض يتحطوا تحت دول صح؟ فهنعمل ايه؟ اروح واخد الداتا بس مش هاخد من اول هنا بقى، انا هاخد من اول هنا عشان الليبل ما يطلعش معايا. اخد دول واعمل ايه؟ واروح واخدهم كده دراج واحطهم تحت. بقت الداتا دلوقتي ايه؟ كلها هزوم اوت بقى عشان نشوف الشكل الداتا. شايف الداتا ايه؟ من اولها لاخرها، من اول حاجه رقم لاخر رقم. يبقى اول خطوه، اول خطوه تعملها تجهز بس الداتا، تهيئ الداتا بتاعتك بطريقه بحيث طريقه نقدر نستفيد منها ونتعامل معاها على طول. فلو كانت افقي حطها ايه؟ حطها راس. يبقى دي الخطوه الاولى. يبقى الخطوه الاولى رايت داتا سيت اب رايت، اب رايت هنحطها راس كده زي ما انتم شايفين. ماشي؟ الخطوه اللي وراها هنعمل ايه؟ هنسورت بقى الداتا، هنرتب الداتا. ازاي بنرتب الداتا في اكسل؟ بص بنعمل ايه؟ هروح اعلم على الداتا بتاعتي، اعملها لك هنا اهو. اعلم على الداتا بتاعتي، علمت عليها. وبعدين هروح على حاجه اسمها داتا، شايف داتا؟ في حاجه هنا تاب هنا اسمها داتا، روح على داتا. وفي حاجه اسمها سورت اهي، سورت اللي هو ترتيب، ترتيب. اروح دايس على سورت. فهي هنا بقى بيقول لي سورت، عايز سورت ايه بالظبط؟ انا عايز ارتب بناء على ايه؟ بناء على السنه، ما هي اوريدي مترتبه 65 الاول بعدين 66 وبعدين 67. لا انا عايز ارتب بناء على كيو. فاقول له انا عايز ارتب بناء على كيو. خلاص؟ جميل. طب وهترتب الداتا ده بقى من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا من الكبير للصغير، مش من الصغير للكبير. يبقى حضرتك تختار من اللارجست تو سمولست، من اللارجست تو سمولست. خلاص؟ وتعمل ايه؟ واعمل اوكي. بص بقى اول ما اعمل كل ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي حصل ايه؟ 99.8 وبعدين 98.6 وهكذا. ماشي؟ طبعا الجود ثينج انك ما تعملش اللي انا عملته ده. ليه بقى؟ انا عايز تملي، ممكن اغلط في الحركه اللي انا عملتها دي فضيع البيانات بتاعتي، فكان الاحسن اعمل ايه؟ احسن الاول اروح اخد نسخه من الداتا. بص هعلم عليها تاني، وكنترول سي اخدت نسخه منها. ها اخد نسخه من الداتا واعمل ايه؟ كنترول في هنا، كنترول في او بيست، واقعد العب بقى هنا بقى، عشان لو غلطت هنا انا معايا الداتا الاصليه موجوده ما حصلهاش حاجه، ما اقعدش ايه اغني ظلموه وايه واقعد اقول يا ريتني ما كنتش عملت كده. يبقى هعملها قدامك تاني. يبقى اعمل سورت للديتا ازاي؟ اروح رايح على ديتا. ركز معايا، واحد يقول لي طب هو عارف منين الكيو جاب منين؟ انت لو انت اخذت الديتا من اول هنا يبقى هو ياخد الليبلز معاك، هياخد الليبلز معاك، فبالتالي الليبلز دي هتظهر في السورت لما تيجي تقول. فما قلت ديتا هنا ورحت قلت سورت، ماشي؟ هنا طلع ايه؟ شايفين؟ هنا طلع عندي الليبلز بتاعت الكولومز. لو انت ما خدتهمش مش هيظهروا، مش هيظهر، فعشان كده خدهم. يبقى انا عايز ارتب بالنسبه للكيو، ومن من الكبير للايه؟ للصغير. يبقى كده ايه؟ كده رتب. يبقى الخطوه اللي بعد كده رتب البيانات، سورت الداتا بيزد على الكيو من الكبير للصغير، من الماكسيموم للمينيموم. خلاص يبقى احنا رتبناها اهي. طب الخطوه اللي بعد كده، خطوه بعد كده ستيب رقم 3، رانك الداتا. رانك الداتا، رانك الداتا يعني ايه؟ يعني احط لهم رانك، يعني اروح جاي كده اعمل رانك. ها؟ واقول ايه بقى؟ اقول الداتا دي، ها دي واخده ترتيب رقم كام؟ رقم واحد. دي الاولى على الفصل، طب واللي وراها رقم اثنين. طب ازاي اخليهم سيكونشال كده على طول؟ بص تروح دايس كده وتعمل دراج دراج دراج، واخد بالك؟ وفي الاخر خالص دوس كنترول. بص دوس كنترول وانت عامل دراج، سيب بقى هتلاقيه عامل سيكونشال. جميل، يبقى عملت سيكونشال اهو للديتا. سيكونشال يعني ايه؟ يعني ايه زياده؟ ايه زياده؟ ايه تدرجيه بالتدريج كده. يبقى خلاص دلوقتي انا عملت الرانكينج. خلاص جميل جدا. ها عايز تحسب البروبابيلتي بانهي طريقه بقى؟ لو انا عايز احسب البروبابيلتي اوف اكسيدنس بطريقه كاليفورنيا، هقول ايه؟ اقول بتساوي، ها بتساوي الرانك، ها على مين؟ على العدد بتاعهم، العدد بتاعهم اللي هو كام؟ اللي هو 50. فدي اسمها البروبابيلتي اوف اكسيدنس، واعمل دبل كليك يبقى حسبتهم خلاص. دي بطريقه ايه يا شباب؟ دي طريقه كاليفورنيا، اللي هي ايه؟ كاليفورنيا اللي هي الام على الان على طول. ايه عيب طريقه كاليفورنيا؟ ان بتديني بروبابيلتي هنا كام؟ واحد، واحد يعني 100%، يعني معناها انا بقول ان كيو 5.4 دي
انا بقول ان التشانل دي هيمر فيها 5.4 او اكتر 100%. طب افرض بقى ربنا سبحانه وتعالى بقى راح جاب لك كيو بيساوي 3 متر مكعب بير سكند او جاب لك كيو بيساوي 2 متر مكعب بير سكند، هتقول ايه حضرتك؟ اه ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الحتمي اللي احنا بنعمله ده. فعشان كده مش عايزين نستخدم طريقه كاليفورنيا. امال هنستخدم ايه؟ هنستخدم طريقه ويبل. تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى في طريقه ويبل. طريقه ويبل بقى هنحسب بقى البروبابيلتي ازاي. يبقى هكتب ويبل بقى طريقه ويبل، اجيب البروبابيلتي اوف اكسيدنس، بروبابيلتي اوف اكسيدنس، بروبابيلتي اوف اكسيدنس احسبها ازاي؟ ها يساوي الرانك صح كده على ها على مين؟ على ال 50 ها زائد 1 يعني 51 يعني على ال 50 زائد 1 واعمل ايه؟ واعمل دراج. ابصوا ايه اللي حصل هنا؟ ما بقتش 100%، ما بقتش 100%. أسوأ حاجة إنك تدعي العلم، يعني توقن بحاجة وأنت متأكد إنك أنت إيه إن ممكن ما تحصلش. أه ده هو فشل كاليفورنيا في القصة دي. طيب الخطوة اللي بعد كده بقى عايزين نحسب الريتيرن بيريود. الريتيرن بيريود أحسبه إزاي؟ الريتيرن بيريود قلنا بيقول إيه؟ بيساوي 1 على البروبابيلتي أوف إكسيدنس، بس كده. يبقى بيساوي 1 على البروبابيلتي أوف إكسيدنس. يبقى 1 على البروبابيلتي أوف إكسيدنس. دبل كليك. هو ده خلاص. وبعدين الخطوه اللي بعد كده بقى عايزين نرسم علاقه الريتيرن بيريود مع كيو. عشان نرسمها بس خد بالك بقى، حط لي الريتيرن بيريود في الاكس والكيو في الواي. فين الكيو؟ الكيو بتاعتك اللي هي دي. اوعى تجيب دي، اوعى تجيب الكيو دي، لان الكيو دي مش هي المترتبه. نجيب الكيو اللي هي بعد الترتيب. فحط كيو هنا عشان تحطها في الواي، فحط الكيو تاني بتاعتي. اقول الكيو دي هي نفسها الكيو دي. جميل؟ واعمل ايه؟ دبل كليك. دلوقتي بقى عندي الريتيرن بيريود احطه في الاكس والكيو في الواي، عشان كده حطيت الكيو جنب الار بي. فاعمل ايه بقى؟ اروح اعلم عليهم كده. ارسم بقى، اعمل حاجه. ازاي بنرسم؟ بروح رايح على داتا ها واعمل ايه؟ اسف، اروح رايح على انسرت وبعدين اروح رايح على ايه؟ على البوينتس اهي. على البوينتس. يبقى هي دي الداتا بتاعتي. كويس. يفضل انك انت تاخد المحور الـ 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 الرأسي تعمله لوج سكيل. بص بقى معايا، مع اخد المحور الرأسي لوج سكيل ازاي اغير، ازاي احول محور احوله لوج سكيل بدل لينير سكيل. بص معايا كده، اعمل رايت كليك، روح على فورمات اكسس، وبعدين هنا بص بقى عندك هنا في حاجه اسمها لوج سكيل، شايفها ظاهره اهي لوج سكيل، اختارها بس. بص عمل كده، ماشي جميل، يبقى ده الشكل. طيب تعالوا نعمل كمان المحور الافقي لوج سكيل، نفس الكلام هعمله. رايت كليك، فورمات اكسس، ها لوج سكيل اهو. شايفين الشكل بتاعي اهو؟ يبقى ده الشكل بتاعنا. فبالتالي بقى لو انت كنت عايز تجيب اي فاليوز تستطيع انك انت ايه تجيبها من هذا الايه، من هذا الجراف. في ترند اهو زي ما انت شايف كده. يعني مثلا افرض قلت لك صمم لي على مثلا 5 سنين، فتدخل على ال5 سنين وتقول التصميم بتاعي اهو. صمم لي على 7 سنين، صمم لي على اوتيفر، تقدر تستخدم هذا الكلام. ناس بتفضل ساعات انها تخلي المحور الافقي هو اللوج والمحور الراسي هو اللينير. تعال نحول ده اللينير تاني. يبقى رايت كليك، اروح رايح على فورمات اكسس، ها ازاي احوله للينير؟ اشيل اللوج، ها اشيل اللوج اهو. يبقى قول لي بقى ال 10 سنين اصمم على كام؟ تدخل بال 10 اهو، تدخل تجيب دي ها وتجيب الفاليو. الفاليو كام يعني؟ ها يلا نشوف الفاليو كام كده. 10 هنا، يبقى ممكن اروح اعمل ايه؟ استخدم الراجل اللي اسمه انسيرت ده. خد بالك انت ممكن تشتغل كل حاجه على الكمبيوتر، فانا عايز اشوف انت عملت ايه. تدخل لي بال 10 اهو، دي 10 اهي ها. وبعدين ايه؟ قول لي بقى كده، ادي الفاليو بتاعتي، ادي الفاليو بتاعتي اهي. الرقم ده تقريبا كام؟ ها يلا زوم ان، هنزوم ان عشان الناس اللي عندها حول. ها زوم ان، ها
ده 80 وده 100، يبقى في النص كده كام؟ في النص كده 90، يبقى ده كام؟ ده اعلى من النص صح؟ فده ممكن اقول 95، هي اقل من 95 بشويه، ممكن تقول 94. تقدر تجيبها بدقه اكتر من كده لو انت عملت فيتنج للديتا دي. يبقى بالتالي لو انت بتقول كيو، ركز معايا في اللي جاي بقى، كيو ديزاين، ها هو هدي له رقم تاني، لقب تاني ايه بقى؟ 10 years. خدت بالك؟ كيو ديزاين، واعملها بس سبسكريبت، اعملها سبسكريبت، يلا نشوفها اهو. كيو ديزاين، كيو ديزاين 10 years، طلعت كام؟ طلعت بتساوي 94 كام؟ متر مكعب بالسكن. يبقى لو انا قلت لك الريتيرن بيريود كام، حضرتك بهذه الطريقه تستطيع تجيب الكيو ديزاين بكام. يبقى حضرتك هتصمم على كام؟ هتصمم على 94. يبقى هتدخل بقى على التشانل بتاعتنا الظريفه اللي احنا عملناها، فاكرين التشانل بتاعتنا الظريفه اللي احنا رسمناها هنا؟ ايوه دي، ها بقى عندي كيو. لو انا كنت عايز اصمم على 10 سنين كيو كام؟ 94. هو قال ليش صمم على 10 سنين؟ قال لي صمم على كام؟ على 5 سنين. تعال نروح نجيب الخمس سنين، يلا نجيب الخمس سنين. طيب الخمس سنين بقى موجوده فين؟ لو انت مش قادر تجيبها من اللوج سكيل، خد بالك اللوج سكيل مش لينير، ما تجيليش كده وتقول لي اطلع ادخل كده، مش هينفع. فاعمل ايه؟ ارجع تاني لللينير سكيل، ارجع تاني لللينير سكيل لو هتضايقك. تعالى نروح بقى لللينير سكيل. طب لو رحت لللينير سكيل، بص بقى هديك بقى حاجه ظريفه جدا هنا. رحت لللينير سكيل ومش باين برضه، فهتعمل ايه؟ تعالى كده هنا على السيستم ده، رايت كليك وزود الحاجات اللي هنا. بص بقى بدل ميجر 10 خليها كام؟ تعالى نقول مثلا 5. هيديك ايه بقى؟ هيديك قيم في النص، شايف اهي. ماشي؟ جميل. فحضرتك هتعمل ايه بقى؟ هتروح واخد عمك الحاج ده وتقول له تعالى معايا في مشوار، ها؟ وايه؟ تنزله تحت كده عشان تبين لي بس انك انت فاهم، اعرف انك انت ما غشيتهاش من زميلك عن طريق الواتساب زي ما بتعمله، ها؟ يبقى حضرتك يبقى تقول لي كام بقى؟ تقريبا كده في حدود مثلا ايه 80، ممكن تقول 79.5 حاجه بهذا الشكل. يبقى نرجع بقى للمساله بتاعتنا. يبقى المساله بتاعتنا دلوقتي هقدر اقول ان الكيو ديزاين، بص بقى اكتبها ازاي؟ اكتبها ازاي بقى؟ اكتبها كيو ها ديزاين ها 5 years بيساوي كام؟ بيساوي حوالي 80 متر مكعب بير سكند. خلاص انت عرفت كل حاجه، عرفت كيو وعندك مانينج ان. ادخل بقى بطريقه البيست هيدروليك سيكشن، جيب لي مين؟ جيب لي التصميم، جيب لي البي وجيب لي الواي. يبقى كده احنا خلصنا. يبقى انت دلوقتي عندك ايه؟ عندك معلومات كامله عن ايه بقى؟ عن لو كان عندي وادي، والوادي ده ايه وصفه؟ ده جيجد وادي. يعني ايه جيجد وادي؟ يعني عندي بيانات ديسشارج، والبيانات دي هيستوريكال لونج. لونج يعني ايه؟ يعني اكتر من 20 سنه، 20 سنه فما فوق. ففي الحاله دي استطيع ان انا استخدم البيانات الموجوده عندي عشان اجيب الكيو ديزاين. جميل. ازاي اجيب الكيو ديزاين؟ قلنا بنعمل حاجه اسمها فريكوانسي اناليسيس، تحليل التكرار. بنعمل الخطوات الاربعه اللي قلنا عليهم، وبنجيب حاجه اسمها ريتيرن بيريود. وانس انك جبت الريتيرن بيريود مع الكيو، علاقه الريتيرن بيريود مع كيو، العلاقه اللي احنا لسه شايفينها من شويه على اكسل. جبت علاقه مين؟ الريتيرن بيريود في المحور الافقي مع كيو في المحور الراسي، العلاقه دي كده اهي. هتعمل ايه؟ هتدخل باي ريتيرن بيريود انت عايزه وتجيب مين؟ وتجيب كيو ايه؟ كيو ديزاين. طب مين اللي بيحدد الريتيرن بيريود؟ اللي بيحدد الريتيرن بيريود التي او ار او الكود. التي او ار مين؟ تيرمز اوف ريفرنس. يعني تروح لمشروع كده والمالك اللي هو الدوله او الحكومه او الجهه اللي بتمول عشان تعمل المشروع بتقول لك احنا عايزين نصمم البتاع ده على 5 سنين، عايزين نصمم البتاع ده على 10 سنين، عايزين نصمم الشانل دي على 50 سنه، وهكذا. هو اللي بيقول. طب لو ما قالش؟ خد بالك، لان خد بالك الكلام ده في حبس، ممكن في غرامه جامده جدا، ممكن حضرتك تموت ناس غصب وانت مش واخد بالك. لو ما فيش حد قال التي او ار ما بيقولش، يبقى حضرتك بتبص للكود. الكود بيقول ايه؟ الديزاين جايد لاينز، الدرينج جايد لاينز. عندنا درينج جايد لاينز وزاره النقل عاملاها، بنسميها
الموت الام او تي مينستري اوف ترانسبورتيشن. واحد يقول لي ايه علاقه وزاره النقل بالموضوع؟ ما وزاره النقل عندها كل المشاكل. ليه؟ عندنا طريق ماشي كده، وحضرتك عندك في وادي، ها عندك في وادي، عندك في وادي بيكروس كده كروس كده. طب وانا عايز اعمل الطريق، يبقى لازم اعمل ايه؟ اعمل هنا عبار. يلا صمم لي العبار، عبارة اللي هي الكالفرت، صمم لي العبار. فاصممها على انهي كيو؟ لازم حد يقول لي. فالناس بتوع الميستري اوف ترانسبورتيشن عشان بتقابلهم القصص دي كتير، فعملوا شويه جايد لاينز هنتكلم عليها بعد ايه شويه. فالجايد لاينز دي بتقول لك تصمم على كام، فتدخل بقى على الجايد لاينز دي وتشوف. لو كان الكروسنج ده مهم جدا يقول لك صمم مثلا على 50 سنه. لو كان الكروسنج ده اقل اهميه يقول لك صمم مثلا على 10 سنين. هو اللي بيقول. واضح؟ طب لو ما قالش اوعى تعمل حاجه، او تعمل حاجه ثانيه كده، تيجي في حاجه اسمها بريليمينري، او في حاجه في تقرير اسمه كونسبت ديزاين. اول ما يترس عليك المشروع في حاجه اسمها كونسبت ديزاين، بيطلب منك تسمم حاجه اسمها كونسبت ديزاين. او لو ما كانش فيه، في تقرير اسمه انسبشن ريبورت، يعني تقرير استهلالي. ركز معايا في الكلام اللي بقوله، الكلام ده في منتهى الاهميه، والا هتودي نفسك في داهيه. كونسبشن ريبورت، تيجي في هذا التقرير الاستهلالي وتحط فيه كل الايه بقى، كل الجوفرنينج ايكويشنز والاسامبشنز اللي انت هتعملها في التصميم بتاعك، تحطهم واضحه كده، وتاخد عليه موافقه المالك. تقول له كده انا ناوي اعمل دول، انا ناوي اعمل دول. خد بالكم، لان في بعض الاحيان بعض الناس الجهات المالكه، معلش لا مؤاخذه في الكلام، بتستعبط. استعبط تقول لك ايه؟ لا انت قول لنا نصمم على كام. ليه؟ لانه ما فيش واحد عايز ياخد الريسك. على راي استاذي اللي كان بيدرس لي الكلام ده، كان بيقول لي ايه نظام الحله السخنه. يعني ايه نظام الحله السخنه؟ تخيل دلوقتي ان في عندنا حله سخنه، عارف حله سخنه؟ سخنه نار. وبعدين حضرتك يعني قدر ليك انك انت حد يديك الحله السخنه دي، فانت هتعمل ايه؟ حل من اتنين، اما ترميها في الارض، بس ما ينفعش ترميها في الارض لان هو ده المشروع بتاعك، هتطيره. امال هتعمل ايه؟ لازم تديه المشروع لحد تاني، فتبصيها لحد. فهو نظام الحله السخنه، الملك ماسك الحله السخنه دي لانه عنده مسؤوليه وعايز يخلصها، فبيعمل ايه؟ بيروح يبصها لك وانت مش عارف تعمل فيها ايه. يبقى في حاله زي كده لو المالك مش عارف، لازم تعمله حاجه اسمها ريسك اسسمنت. ريسك اسسمنت يعني ايه؟ ريسك اسسمنت، ريسك اسسمنت يعني ايه؟ يعني تقدير الريسك. يعني نيجي نقول كده دلوقتي، دي دراسه بقى محترمه جدا وقويه جدا وبتاخد وقت كتير ومحتاجه فلوس كتير بصراحه. حضرتك هتعمل ايه بقى؟ هو عايز يعمل كروسنج هنا، بس المالك مش عارف هل يعمله على 50 سنه ولا يعمله على 100 سنه ولا يعمله حتى على 200. حضرتك تقول له خلاص لو انت مش عارف، والكود بيقول 100 او الكود بيقول 50، بس المالك عايز ايه؟ ما اكتر او عايز ايه؟ مش عارف. بيقول لك قول لي انت. وانا مش عايز التزم بالكود، لان الكود انا شايفه ان هو ممكن يكون ايه مش كفايه. ففي الحاله دي تقول له خلاص انا هعمل لك حاجه اسمها ريسك اسسمنت، بس ادفع لي الفلوس. ريسك اسسمنت تعمل فيه ايه بقى؟ حضرتك تيجي تجرب، تقول له بقى انا دلوقتي هصمم على اساس 50 سنه. جميل؟ صممت على 50 سنه، وبعدين وانت بتصمم على 50 سنه تفرض ان في فلاد جاي لك على 100، فايه اللي هيحصل؟ هيدمر القصه دي. شوف التدمير ده هيعمل ايه؟ وهيموت كام واحد في الداون ستريم؟ وتحسب الايه؟ الكوست بتاع الدمار ده. يبقى بالتالي هتيجي تقول لي بقى كده اهو، انا صممت على 50 سنه والكوست بتاعها كماني كذا وعدد الوفيات المتوقع كذا، دراسه ضخمه دي. وبعدين صممت على 100 سنه الكوست بتاعها كذا، وفيات كذا، صممت على 200 سنه الكوست بتاعها كذا والوفيات كذا. الكلام ده بنعمله فين؟ في حياتي لو كان عندي سد الحاجات الضخمه قوي. ده بيحصل في حاجه زي كده، بس في بعض الاحيان لما يكون عندي طريق وطريق مهم جدا ممكن نعمله حاجه اسمها ريسك. فحضرتك اوعى من نفسك تقول الريتيرن بيريود هاخده كذا، الا لو انت مستند على كود او مستند على توصيات من المالك. لو ما فيش توصيات من المالك، قول له انا هستخدم طبقا للكود ريتيرن بيريود كذا، وخليه يوافق عليها في الانسبشن دي. واضح يا شباب؟